منها كانت عند دكتورة هنودي أختي لأول ما رشحت، وكذلك أخواني آل سنان ومجلس بخماس والكثير من اللي كانوا يدعوني لأكون كمتحدثة. في ذاك الوقت كان تم توجيه لي أسلوب أو سؤال بنفس الأسلوب من طبقات مختلفة، من ثقافة مختلفة، إن أنت ليش ما ترشحين؟ فكنت حتى أبتسم لأن نفس الأسلوب يوجه لي. والحين ما ينفع، خلونا المرة الجاية إذا الله كتب. بدأت أتابع مجلس النواب والجلسات، بعض الجلسات اللي فيه وأسلوب المتحدثين والناس اللي موجودين في المجلس وبعض القضايا التي تطرح. وجدت أن فعلا توكلت على الله واستخرت طبعا قبل سنة وشوي وأنا أستخير الله سبحانه وتعالى في هذه الأمر، وبدأت أستشير الكثير من الناس اللي يعرفون عنه. الحين الله يخليكم انتبهوا معي جدا في هذه، أنا أبي أعطيكم مثال بسيط موجود عندنا في البحرين ومملكتنا البحرين وشنو حكومتنا قاعد تسوي. مثال بسيط، إحنا كأسرة موجودين، سواء كانت الأسرة مكونة من هل الوالد هني يتقبل هاي الكلام؟ ما حد يتقبل اللي يتطاول ويقل أدب عليه. لذلك نجد أحيانا لا، بعضهم الاثنين بحيث ان احنا نرفع المستوى للجميع. اذا كنا احنا دائما يقولون مملكة البحرين وقدرتها وما شاء الله ونظام وترتيب، وانتم تشوفون شنو في مملكة البحرين وشنو في الدول الفقيرة اللي احنا نشوفها. احنا في خير ونعمة، الله يدوم النعمة. كذلك من خير من خلال الدعاء، اخواني وخواتي يجب ان انت في السجود تدعين لوطنك، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً. الناس حولت البقية وسائر بلاد المسلمين وخلوا نص الآية الثانية وارزق أهله من الثمرات، ادعوا الدعاء بلدي الخير ابعد عنه الدين. القطاع الحكومي شلون بيكون أكثر إنتاجية وجودة في تقديم الخدمات المواطن؟ بتكاتفنا مع بعضنا البعض من خلال الرقابة، من خلال معرفة شنو في هذه الوزارات والحكومة أخطاء، ومن ثم تحديدها وتحديد المشكلة. طيب القطاع الثاني أن يكون القطاع الخاص قطاع يعود أغلب نفعه وأرباحه على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.